مرحبا، معكم باتريسيا المرمش جيرال، وحلقتنا اليوم هي عن الكوكيز الثلاثي الأبعاد أو الكوكيز الثري دايمنشنال. بدنا نشتغل مع بعض هيدا الديزاين المهضوم. منبلش بالبداية، منجيب تريسينج بيبر بالإنجليزي أو الكالك بالفرنسي منلاقيها بالمكتبات، بناخد صورة على التليفون وبنعملها سكرين شوت وبنحطها على تليفوننا، بنحط الورقة فوقها ومنبلش نرسم مثل ما شايفين. حتى بتقدروا تستعملوا البرينتر لتطبعوها وترسموها. بس نخلص منحطها على ورقة بيضاء ومنقلبها للميلة التانية ومنرسم. نحنا منقلبها كرمال لما يكون اليمين شمال وشمال يمين. القلم يلي عم بيستعملوا هو بيستعملوه بالروضات لأولاد الصغار، هو نون توكسيك بس منو ادبل. منكمل الرسم بس نخلص منقلبها لتاني ميلة ومنحطها على الكوكي ومنبلش نعلمها. منعلم كل التفاصيل الصغيرة، إذا نسينا شي فينا نرجع نحطها ونرسم. منبلش نحط الرويال آيسينج بقلب التفاصيل بدقة مثل ما شايفين. نشتغل بشكل نعبي التفاصيل وبدنا نعطيها نرجع حجم. نعطيها حجم بإنه منحط الكيس بقلب الرويال آيسينج ومنعصر له شوي صغيرة بيعطي حجم. منظبط التفاصيل الصغيرة اللي بتطلع عنا غلط بالسكرايب نيدل. هلا عم بعمل الزيح الصغار على قلب الأبيض. لما نكون عم نشتغل الرويال آيسينج ثلاثي الأبعاد عطول بدنا نشتغل قسم وننتقل على التاني، هيك منعطيه مجال لأنه ينشف. بالوجه بس نعمل الخدود، منبلش نعد للخمستاش. أنا عدي للخمستاش بكبس وبعد ليطلعوا الخدين مثل بعض، ومنبعد نتركون ينشفوا ومنكمل باقي التفاصيل. وهلا عم بشتغل فردة الكلسات الأولى، شوي بدها تكون أعلى من البونبون اللي قاعد عليها. ومنكمل الوجه، منعصر له رويال آيسينج فوقه، فوق الخدود اللي عملناهن. دقيق شوي الشغل بس كله بيرجع بيزبط، ومنظبطهم بسكرايب نيدل لنعطي الفورم اللي بدنا اياه. وبلشنا شغل بالتياب، تفاصيل كتير صغيرة بس تعمل فرق بالآخر. وهلا الفارو اللي فوق راسه منعبيه، لازم الابيض يطلع فوق الوجه وفوق الشابو الحمراء او البرنايطه الحمراء. مثل ما شايفين عم خليهم يطلعوا، وخلينا الفراغات بين الوجه وبين الفارو الابيض لانه هيدا الفراغ بده يتعبى احمر. هلا الايدين عم بعملهم، الايدين بينعملوا على مرحلتين. اول مرحلة هو بنعمل الاساس لالهم وبعد شوي بنعمل قسم تاني فوقهم. للربطات الخضر منبلش منحطهم الرويال آيسينج فوق الفرو الابيض وفوق الاحمر ليعطونا احساس بانه هن محطوطين على الشابو.
بنطلون معمول باللون الأخضر، رح أحط له قلب صغير. بنحط نقطة حمراء، بنجي من الأخضر بنمرق بالأحمر بيعطينا شكل قلب. وهلأ عم بشتغل الكلسات التانية، بنعمل زيح أحمر زيح أخضر. وهلأ عم برجع أعمل دور تاني للوجه لعبي أكتر. مثل ما شايفين بسكرايب نيدل بهز الرويال آيسينج ليملس، وإذا اعتزت شوي صغيرة برجع بزيد نتفة صغيرة. وهلأ عم بعمل الدور التاني للإيدين. بهذه الطريقة بتبين الإيد محطوطة تحت الخد. منزبط التفاصيل الصغيرة بسكرايب نيدل. إذا قرب الرويال آيسينج على بعضه كمان منحط سكرايب نيدل ومنعمل مسافة. للشرايط الخضر إذا حبيتوا فيكن تتركوهم مثل ما هني، وفيكن تعملوا لهم الزيح الأوتلاين فوق. وبالرويال آيسينج الأبيض بننقط نقط صغيرة على كل شيء أبيض ليبين عنا فرو. وبنرجع بنعمل دور تالت للإيدين، بس هالمرة دور كتير خفيف. خلص معنا كل تفاصيل الرويال آيسينج، نتركها تنشف مظبوط 8 ساعات بالهواء أو ساعتين بالديهايدريتر. من بعد ما نشفت معنا منحط لها عخدودة بودرة زهر، أكيد هن بيتاكلوا قابلين للأكل، والقلم اللي عم برسم فيه كمان قابل للأكل، هو ماركر. نرسم الحواجب، نرجع منجيب نقطة رويال آيسينج نعمل فيها التم والمنخار، أكيد التم أحمر المنخار بلون الجسم. بسكرايب نيدل منظبط التم، نرجع منجيب الماركر الأسود منعمل له النمش، ومنعلم تفاصيل يلي منحب نعلمه، الكلسات والبونبوني اللي قاعدة عليها أو الطراحة بشكل بونبوني. حول الفروات كمان منحط شوي صغيرة، والبرنيطة تبعها بالنص بين البرنايتين اللي لابستهم والفرو. وأكيد ما ننسى طرف الوجه ببودرة إديبل تنت لون باذنجاني أو أسود، بتقدروا تعملوا الخيالات. وهيك بتكون خلصت معنا الكوكي، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. ينعاد عليكم، شكرا لحضوركم.